ولو ضايقتني تاني يوه، بقالي 3 ساعات قاعدة مستنياك، اتأخرت كده ليه؟ كنت في النيابة. تخيل ان شرور جابت سيرتي في التحقيق. يا لهوي، وبعدين؟ لا ما تقلقيش، انا عامل حسابي. خدي نصيبك اهو حبيبي. نفسي اعرف انت عملت ايه للراجل ده خليتيه مدهول كده. اللي عملته ما يتقالش، يتعمل وبس. طب وريني، ولو عجبني لك عندي بقى حتة مفاجأة ما حصلتش. مش انا هعمل لك اللي عمرك ما شفته ولا سمعت عنه، بس الاول تقولي على المفاجأة. كبرتي يا توحة وبقيت تعرفي تسوي. تعلمت منك يا أستاذ. يلا يا عمر قولي بقى ايه المفاجأة. اقولك يا ستي، سرور خلاص بخ، وقبل ما تبخ انت معلمة عليها هي وبناتها، معلمة على قفاهم بالمطوة. يعني العقل والمنطق يقولوا ايه؟ يقولوا ان انت تبقي المعلمة بدلها. ايه؟ ايه رأيك بقى؟ رأيي في ايه؟ بقى انت عاوزني اروح لغاية عندهم وابقى المعلمة عليهم ويسيبوني كده والموضوع يعدي عادي؟ قليلا ما قطعوني 100 حتة. لا هيقبلوكي ورجليهم فوق رقبتهم، ما تقليش. ازاي؟ الله مغزيك يا شطان، تعالي جوه انا اقولك. يوه يلا مفيش وقت. نزل ايدك يا بت، انت مجنونه ولا ايه؟ بيقولوا ان انت شهدت مع قابلتك سرور، مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بت منك ليها، واسمع كمان يا طور منك له عشان ما عنديش وقت. نعم احسن بيه. من النهارده خلاص مفيش سرور، بح، قرطناها للوز. من هنا ورايح مفيش غير الأبلة الجديدة، أبلة توحة. واللي هتقوله توحة هيمشي على الكل ورجليكوا فوق قفاكم. شهر 6 قرب وأنا عندي محاضر كتير عايز أقفلها، فاهمين ولا أقول كمان؟ فاهمين يا باشا. وأنت يا بنت تعدلي، حكيم أنت خلاص ناقصلك معايا تكة. ولولا إن قابلتك الجديدة قالت إنها محتاجاكي، أنا كنت عملت معاك الصح. معلش يا حسام بيه، ما هو انت لو خدتها انا مش هلاقي حد يمسح ويسيق البيت. انت عارف بقى ازمه الشغالين اليومين دول. انا اعمل لك اللي انت عايزاه يا بلطوح. عايزاني ادعك لك المواعين؟ ادعك لك المواعين. بيت شكل كلامي مش عاجبك، وشكلك كده هتحصلي قبلتك. يلا يا بيت خشي جوه، هاتيلي تش تحطي فيه ميه وملح، وتعالي عشان تدعكيلي بيه رجلي. يا أبلة هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه، بس يعني الباشا يمشي. انت مالك انت يا بت، يمشي ولا يقعد؟ ده بيت ويقعد فيه زي ما هو عايز. والنعمة انا ما قصدي، انا بس قصدي يعني. يا اخي اخرسي خالص وما اسمعش حسك. يلا بيت اتحركوا. يلا خشي جوه انت وهي. يلا يا اختي. هاتيلي طشت مية وملح احط فيه رجلي. انا ماشي يا توح، لو في اي حد ضايقك كلميني. تنور يا باشا. ما تقلقش يا احسن بيه، أنا معاها. اتوحشيني. سلام. سلام. اتعاد. المية يا ست الكل، احلى ميه في الدنيا لست الهواني. هو يا بيت خش ده الحيوان اللي جوه دي كده اغسل لي رجلي. طب ما اغسلها لك انا يا ابله. بقول لك اسكتي لا تحصلي قبلتك. قوم. حاضر حاضر. اترزعي، خدي بشوشه على رجلي، وبشوشه على الجزمه، وبشوش على القشطة. يلا اوكي بشوش يا بنت لحسن بشرتي تتعور. يلا حطي رجلي في المية، قربي التشت ده شوية. يلا اعملي بقى مساج الأول.
بسويش. يلا صباع صباع. هتكنيله في ايدك اللي عامله زي المرزبه. ايوه كده. باشا، هو مين الراجل اللي احنا جايين له ده؟ ده راجل جديد كده، واحد معرفه قايل لي عليه. الراجل ده بقى هيعمل معانا احلى واجب، هيدينا كل البضاعه اللي احنا عايزينها بنص الثمن، وبعدين لما نبيع ونظبط بقى نديله بقيه فلوسه. الله الله الله، وعلى نعمه من نعمه ربي لولا ان احنا يعني في منطقه شغلي دلوقتي كان زماني زغرط. معنى كده انه لو ادانا كميه زياده التوزيع هيزيد، ونسبتي انا كمان تزيد، وتشخلع بقى وتلعلع معايا. الله الله يا اشجان، انت بقيتي ماديه خلاص. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ربنا يديم العشم اللي بيننا يا باشا. بس يعني لا مؤاخذه، طباخ السم بيدوق وانا نفسي ادوق بقى. ماشي يا ستي، هندوقك اللي انت عايزاه. ماشي، بس نخلص المصلحه دي كده ويحلها المولى عز وجل. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا بيعجبني ايمانك يا باشا، تقي اللهم قوي ايمانك. المهم يا باشا دلوقتي قولي، هتعرف الراجل ده ازاي؟ هو قال لي لابس بنطلون اسود عليه جاكيت شماه بني وقدامه شنطه سامسونايت بني، راجل غامق من الاخر. ايوه، هو الراجل اللي هناك اللي مدينا جنبه ده. ماشي، انا هروح له اشجان. ها ماشي يا باشا، زي ما اتفقنا. ابوس ايدك ما توديناش في 60 ده، لو شميتي ريحه الحكومه بس تديني الزماره اللي احنا متفقين عليها. عيب عليك يا باشا، اطمن انت بس، انزل وروح تعالى لنا بالف سلامه. ربنا يستر. ربنا معاك، ترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. خلاص يا أشجان، ربنا يستر. أنت فيها زيادة. إنجز بقى، عايزين نشوف شوية فلوس حلوين. يا نهار متوحس، ده شوي عكاش. يا نهار أسود، إرجع إرجع يا باشا، هنروح فين؟ يلا يا نهار اسود ونيل. اركب يا باشا. في ايه؟ الراجل ده مخبر يا باشا، ده من منطقه ناس مشوه عكاشه. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه؟ اه متاكده. يلا يا باشا اطلع، والله العظيم هنروح في كلابوش، هنروح في كلابوش. ازاي؟ ده انا سالم هو اللي موصلني ليه؟ على فكره سالم ده هو اللي باعك. استحاله استحاله سالم يبيعني ولا يفكر، ده هو اصلا اللي بيحذرني. يا نهار اسود، شكل الحكومه مش عايزانا احنا، ده عايزه الناس اللي فوقينا، عشان كده ما قبضوش على سالم، عايزين البكره كلها تكر. يا نهار اسود، بكر ايه واخد ايه دلوقتي؟ اطلع يا باشا هنتكلبش، انا مش قد الحبس، انا مش قد الحبس. خلاص خلاص، اطلع يا باشا، ابوس ايدك، ابوس ايدك. يلا يا باشا، خلاص اتكل على الله. بس نتاكد بس من ان شاء الله، اتكل على الله.